السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مجلة الطبخ زهرة. مرحبا بكم كذلك في الانستغرام والسناب شات ديالي، الروابط موجودين اسفل الفيديو في صندوق الوصف مع الوصفة المضبوطة كيف العادة، واللي هي صابلي بطعم حلوة تقليدية مغربية، غريبة الملوزة او غريبة اللوز، كتجي تحفة رائعة وكأنك كتاكلي غريبة ديال اللوز وبنفس الطعم والنكهة لكن اقتصادية وبدون خميرة. نتمنى الوصفة تعجبكم وديروا جيم للفيديو وتبارطاجيو مع أصدقائكم وتشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد. مكونات هي 250 غرام ديال الزبدة عادية أو مارغرين قطعتها قطع صغيرة، كاس ديال العنبة سكر ناعم، 3 ديال الأصفر بيض، قشرة ديال الحامض، 500 غرام ديال الدقيق وما فيهاش الخميرة كيف ذكرت. غادي نخدم العجين في الخلاط الكهربائي، ممكن غير باليد كتجي كذلك مزيانة. كنوضع الدقيق، كنزيد عليه السكر المغربل بالطبع باش ما يبقاوش فيه الكويرات، كنحرك غير شي شويه ثم كنضيف الزبده شويه شويه. بالمناسبه ممكن تستعملوا اي عجين صابلي كينجح لكم، المهم يكون صابلي وما فيهش الزيت، لان اللي فيه الزيت فهو غير بسكوي ماشي عجين صابلي. كنحرك شويه حتى كترمل، كنضيف نصف كميه القشره الحامض اللي عندي، كنحرك شويه ثم كنضيف البيض في الاخير. كذلك اذا درتي ابيض البيض فكتجي يابسه بزاف وماشي عجين صابلي، لان عجين صابلي الحقيقي ما فيهش ابيض البيض. من بعد كنفرغه في اناء وكنبدا غير نجمع العجين بيدي ماشي ندلكو باش ما يتكونش عندي الجلوتين اللي غادي يخلي العجين مطاط وفي الطياب كيتجمع، ما كيبقاش عنده الشكل اللي درناه في الاول. غير كيتجمع كنقطعوا القطع ثم كنحاول ندير به اسطوانه بالقطر اللي بغيت الحلوه تجيني عليها. كنغطيه بالبلاستيك اذا كان الجو بارد، فانا كنخليه غير حدايا فوق سطح العمل، واذا كان الجو سخون كندخلو للتلاجة ماشي المجمد واحد ربع ساعه فقط. كنمشي نوجد الخليط الثاني، كنحتاج له 100 غرام ديال اللوز غبره، ممكن تحني غير اللوز بالقشره ديالو وتغرب ليه، وها هي الكميه عندك. هاد الكميه اللي عندي تقريبا الثمن ديالها كيكون ما بين 9 و10 ديال الدراهم، يعني ماشي بزاف بالنسبه للحلوه، الطعم ديالها زوين. واذا شريتيه جاهز بالطبع، اما اذا طحنتيه فالثمن ما غاديش يفوت 7 ديال الدراهم. عندي نصف كاس ديال الانبا ديال السكر الناعم، واللي بقى لي من القشره الحامض، ثم جوج معالق ديال المزهر او 3، وواحد ابيض بيضه اللي تبقى لي من الصابلي. فكنضيف المكونات كامله وابيض البيض، اذا احتاجيت ولقيت العجين ما تجمعليش فكنزيد شويه ديال ابيض البيض ماشي مشكل، المهم العجين خصو يكون معلك وكيلصق في اليد. كناخذ صفيحه عليها ورق الطهي وكنبدا نقطع دوائر بسمك رقيق، فهاد الوصفه كتعطي كميه كبيره بزاف. كنحاول نقاد الدوائر ديالي غير بالاصابع ديالي شويه. ملي كنكمل كناخذ شي حاجه على هاد الشكل او غير بالاسبوع، وكنبدا نضغط في الوسط باش ندير واحد المكان صغير اللي نوضع فيه الخليط ديالي. كنبدا نوضع عليه الخليط بكميه معقوله، ماشي بزاف وماشي شويه، وكندخلهم للفرن مسخن على درجه حراره متوسطه 170، كيطيبوا من الاسفل عاد من الاعلى في الفرن ديال الغاز والكهرباء العادي. وفرن الكهرباء اللي بالمروحه، فاحنا كنستعملوا المروحه وكنشغلوا الفرن من الاسفل ومن الاعلى حتى كياخذ اللون اللي بغينا وكنخرجهم. فما خصناش نحمروا الصابلي بزاف، لان الخليط اللي في الوسط ما خصوش يبقى بزاف في الفرن باش ما يجيش يابس. وهاد الصفيحه الخليط اللي في الوسط ديالها ضفت عليه معلقه صغيره ديال القرفه، عليها جا اللون ديالو غامق شويه. ملي كيطيب وكيبرد تماما كنغبر عليه السكر الناعم، لان الصابلي السكر ديالو قليل ماشي حلو بزاف. دمهم على هاد الشكل، وحده فيها السكر وحده بلاش، حسب الاذواق كتجي هشيشه بزاف وكانك كتاكلي غريبه باللوز. نتمنى الوصفه تكون عجبتكم، نتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله احبائي.